اليوم باش نحكوا على التكلفة نتاع تخوها شجرة الزيتون في زيتار هذي باش نحكيوا على شارج فيكس ولا شارج فريال. تكلفة الإنتاج هي تمر بمرحلة أولى هي الحرثان. الحرثان فيه نوعين بالنسبة للبعلي وبالنسبة للسقوي. للبعلي مثلا المسافة ما بين أشجار تكون ما بين 10 متر وفي السقوي 7 متر. الحرثان هي مع ساعة الكتار ياكل حوالي ساعة ونصف. الساعة ب 25 دينار. هذا بالنسبة فيما يخص البعلي. فيما يخص السقوي إذا كان يبدأ الجر على 7 متر باش ياخذ أكثر وقت. المرحلة الثانية هي عملية السقيان. بالنسبة للبعلي يتسقى 5 مرات في العام. عندك في تصلب النواة يبدأ من 15 فيفري حتى 15 مارس. باش تطلب الشجرة من الأول باش تسقاها. مثلا بجرار متاع الشركة وستيرنا الموجودة عندنا نجيبه. كان يبدأ الفراج نقطة الماء قريبة من الثانية نقولوا احنا متاع الزيتون قريبة منها. دونك باش تكون التكلفة أقل 15 دينار. كاني بعيدة باش توصل حتى من 18 حتى 20 دينار من 18 ل 20 دينار. بالنسبة لمخرطي الشركة نقصوا لهم 2 دينار على العباد الاخرين. هذا السيرفيس تقدموا به. السقي الاولى كما حكينا تكون في شهر من فيفري حتى 15 فيفري 15 مارس. ثم واحده اخرى في ماي، ثم واحده اخرى في جوي، وثم في سبتمبر، وثم اللي يعمل سقوه كي تبدا السخونه ما بيناتهم يعمل سقوه ما بين الزوز في افريل. بالنسبه للسقوي يكون عامل سيستم ديريغاسيون انستالاسيون، هو ديجا معامل مرابط على الفراج نتاعو ديليني. دونك يسقي تكون التكلفة أقل من البعلي. المرحلة الثالثة والحاجة تدخل في التكلفة بتاع الإنتاج الزيتون عنا هي الجمعان. الجمعان احنا يبدأ في نوفمبر حتى يوصل فيفري. مستحسن الواحد يجني زيتون بكري في على من نوعية الكاليتي متاع الزيت باش تحصل على جودة عالية في الزيت. واحد نظرا لأن السنة مثلا في موسم 2019-2020 كان موسم استثنائي. في العادة كيفاش يكون مثلا المرأة نهارها ب 15 دينار تخدم لك 7 سوايع ساعات 6 سوايع ونص سنة. ولا يخدموا بالقلبة. القلبة من 3000 حتى 4000 كي يبدأ الزيتون والد. فيه تكلفة أخرى زيد الفلاح مثلا ولا الواحد زيد ينقل القدامة. معناتها شارج يتكلف له هاني قلت لك القلبة من بين 3000 جنيانها حطوا دينار ترانسبور 4000. فما توصل ساعات ما تلقاش خدامة ياخذوا معاك بالباي، ياخذوا معاك ياما الباي الثالث ولا بالشطر. بالنسبة للسقوي ما فيش إشكاليات. الإشكاليات في البعلي فيش مثلا قلت الأمطار ما الزيتون ما هوش يبدأ والد. فما اليوصل يعطيه الزيتون متاعه بشتر ولا يخدمولك 15 دينار النهار ما يمتنحيش لك كونتيتي كبيرة. المرحلة الرابعة فيما يخص بعد عملية الجني هي باش تنقل للمنتوج متاعك. دونك احنا متحصلين على كيسون بلاستيك، صنادق بلاستيكية من عند وكالة التعاون الفني الألماني عن طريق مندوبية الفلاحة. دونك من بعد نجمعوا الزيتون متاعنا نحطوه فاك لي كيس نحطوهم في التراكتور في وسيلة الجرار وسيلة النقل. ثم حاجتين يصيروا، يا اما تهز للمعصرة باش تقرقب الزيت نتاعك دونك باش ترحيه باش تنقله هذاك الترانسبور، ولا تهز تمشي للبيوع ويزمك تخرج من الثانية ويطلب لك الترانسبور تهز الجاجوات تنقلهم للدبو نتاعك وين تخزن، ولا تنقل للمعصرة. اش فيه مثلا بالنسبة للجرار اللي عندنا فما شوفير باش يخلص الساعة نتاعو ب 4000، ثم زيوت اكل باش تحسبهم انت اجور زيت المازوت نتاعو. بعد ما يكمل هضام الكل باش نتعدوا للزبيره. الزبيره تطلب اول حاجه انسان فني يجي باش يخدم لك الزبيره. المعدل الشجره مثلا الموين تاخذ من 4000 ل 5000، الصغير 2500 3000. الزيتونه باش تخدمها سواء في سقوي ولا بعلي فيها تكلفه. والتكلفه مثلا ناخذ لك الكتار نتاع السقوي
الهكتار نتاع السقوي يتكلف اقل يتكلف من بين 3500 دينار ل 4000 دينار في العام من جنيان من زبيره من خدمه من حرثان. هذه المعدل البعلك يبدا العام باهي ممطر من 2500 دينار 3000 دينار.